اهلا بكم من جديد. خلينا نبتدي مع بعض كالمعتاد في جوله في ابرز الاحداث اللي حصلت بالامس، ونبتدي مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اكد على اهميه الاتحاد الاوروبي في اطار السياسه الخارجيه لمصر. والرئيس السيسي ايضا وجه بالنهوض بالتعليم العالي والارتقاء بالمستوى الاكاديمي والبحثي. معنا ايضا استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس الوزراء تابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من ملفات العمل بالإضافة إلى أخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. مجموعة كبيرة من الأخبار حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة اللي بتجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة اللي بتواجههم على ضفتي المتوسط. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اللي بتهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواجهة التوجهات العالمية. أيضاً استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات العمل، وشدد مدبولي على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في هذا القطاع خاصة في مجال الطاقة النظيفة والنهوض بالخدمات اللي بيقدمها ليكونوا ركيزة أساسية لمساعي تحقيق التنمية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وده في إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأشار الدكتور علي المصلحي لتوافر كميات من القمح تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أكثر من 5 شهور، ويكفي أيضاً المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني لمدة 6 شهور قادمة، علماً بأن الموسم الجديد لقصب السكر وبنجر السكر هيبدأ مع مطلع العام المقبل 2024، لافتاً في نفس الوقت إلى أنه أرصدة الزيت تكفي لمدة أكثر من 3 شهور وكذلك الرز 4 شهور، موضحاً أن الموسم الجديد للرز يبدأ خلال سبتمبر المقبل. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التصور التنموي لتخطيط أراضي منطقة الضبعة تمهيداً لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية اللي بتوليها الدولة لمحور الضبعة بوصلاته ليكونوا أحد محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وإن تنفيذ المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر لتحقيق ودعم الاتصال بالمحاور والمناطق التنموية الواعدة. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير بشأن جهود صندوق تحيا مصر خلال الربع الأول من عام 2023 الحالي في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التقرير أوضح إن صندوق تحيا مصر على صعيد محور الحماية الاجتماعية كثف جهوده خلال الربع الأول من العام الحالي في تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية اللي من شأنها توفير الكساء والغذاء والأغطية، فضلاً عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية لا سيما اليتيمات وكذلك من ذوي الهمم للزواج. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأيضاً سبل تعزيز العلاقات في مجالات الأمن والدفاع.
دلوقتي هنتابع مع حضراتكم جولتنا في المحافظات واللي تضمنت مجموعة من الفعاليات والأخبار، منها وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ وتنفيذ 90% من مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية في أسوان. كمان عندنا تنظيم مسابقة لسد عجز معلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، وافتتاح توسعات مستشفى الأورام وقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة كفر الشيخ شهدت وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية، وهيتم إنشاء المنطقة على مساحة 22 فدان، وبتتضمن أنشطة متنوعة، تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، مخازن تبريد وتجميد، وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية، وغيرها من الأنشطة الأخرى. محافظة أسوان أكدت استمرار الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية، وبلغت نسب التنفيذ بالمشروع نحو 90%، وبيتم إسراع وتيرة العمل وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى إنهاء هذا المشروع الحيوي وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه في التوقيتات المحددة له. مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح أعلنت أن إدارة المدارس الرسمية لغات أكدت عقد مسابقة لسد العجز بمعلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية خلال الفترة من 20 من يونيو الجاري وحتى 6 يوليو، وبتشمل المعلمين العاملين بتلك المدارس الرسمية أيضاً، وعلى الراغبين في التقدم للعمل بالمدارس الرسمية من معلمي هذه المواد سرعة تقديم ملفاتهم بإدارة التنسيق بديوان عام المديرية، وحتبدأ لجنة المقابلات الشخصية عملها لاختيار أفضل المعلمين المتقدمين. شهدت محافظة المنوفية افتتاح مشروع توسعات مستشفى علاج الأورام بالجناح الغربي وقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، وانطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات بشكل أفضل. أيضاً شهدت محافظة بني سويف إنزال الدفعة الأولى من مشروع إلقاء 500 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي بالنيل بمشروع الاستزراع السمكي بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء. محافظة القاهرة أكدت أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في كل مجازر القاهرة للعمل على مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة، وتقرر إلغاء الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال وجميع الأطباء القائمين على التفتيش حتى انتهاء العيد. محافظة الإسكندرية أكدت على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء في إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، وتم خلال الأسبوع الثالث والأربعين زراعة 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، ووصل إجمالي ما تم زراعته 135 ألف شجرة من بداية تنفيذ المبادرة. محافظة الجيزة أصدرت قرار بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حال الموافقة على إقامتها بيكون ده داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وفي حالة المخالفة بيتم تحصيل 10,000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى مكان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة. مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط أطلقت فعاليات مبادرة يوم الخير، وهي مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف من داخل مركز شباب مدينة السرو اللي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار لبسك لغيرك عيد، وده بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب.